لله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، اللهم اجعلنا نخشاك خشية كاملة، ونرجوك رجاء لا حدود له، واجعلنا من أحسن من تعلم دينك وعلمه، واللهم اجعلنا من العاملين بكتابك العزيز، ومن التابعين لرسولك الكرام عليهم الصلاة والسلام، آمين يا رب العالمين. أما بعد، هلو. I quote to you two verses from the chapter Al-Hijr, Rocky Tract. The two verses 49 and 50. نبأ عبادي أو عباد أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. You see, there is two reality. Allah is of forgiving, غفور. Give us His mercy, His grace. And on the other hand, Allah has a deeper painful chastisement, the grievous punishment. لا يمس أيوة نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. الغفور of forgiving, الرحيم most merciful. وأن عذابي and punishment of chastisement of Allah is deeper painful. هو العذاب الأليم grievous insupportable and terrible. والسلام على من اتبع البدعة.